السلام عليكم. هذه محطة نتاع مسافرين، محطة بحرية نتاع مسافرين لمدينة بجاية، والتي تم تدشينها في 2018، حيث أنه استغرقت الأشغال نتاع يعني إنجاز نتاع المحطة هذه 5 سنوات، حيث بدأت الأشغال في 2013 وانتهت في 2018. وكذلك المحطة هذه يعني قد عندها قدرة استيعاب 500,000 مسافر سنويا، و100,000 وكذلك قدرة نتاع معالجة 100,000 سيارة في السنة، وهي من إنجاز شركة باتي ميتال الجزائرية، اللي نفتخر بإنجازاتها. عندها إنجازات كثيرة في الجزائر في ميدان الصناعات المعدنية، أو صناعات كذلك ميكست معدنية وهندسة معدنية في كثير من، وقد أنجزت محطة نتاع البحرية اللي راهي قريب تنتهي الأشغال بها، محطة بحرية تاع عنابة، وكذلك ملحقات تاع ملعب عنابة اللي راهي قيد الإنشاء. نخليكم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.